تعليقا أيضا عن إقبال الشباب على مشاريع القهوة المختصة، نرحب بالباحثة في مجال القهوة الأستاذة ندى البكر. أهلا وسهلا فيك، مساء الخير أستاذة ندى. أهلا وسهلا. نعم أهلا وسهلا فيك، سيرة القهوة لوحدها يعني بتضيعنا. لكن أكلمينا أستاذة ندى عن أعداد السعوديين اللي هم يرغبوا بالعمل في وظائف غير تقليدية، يعني كما ذكرنا الباريستا، وظيفة الباريستا هي وظيفة جديدة تعتبر لدينا. صحيح، من المجالات التي عليها إقبال في مجال من قبل المنشآت هو مجال مهارة في إعداد وصنع القهوة. هناك إقبال ولكن نقص في الجهات أو المنشآت المتخصصة في تدريب وتأهيل الشباب السعوديين في هذا المجال قد يكون هو العائق. نعم، طيب أستاذة ندى، يعني خلينا نحكي عن حجم الدخل الشهري لهذه الوظائف، يعني بالذات الباريستا، لو يعني أتخصص فيها الشخص كم حيكون دخله الشهري تقريبا، وهل لها مستقبل؟ نعم، وفق دراسة عملتها في مجال القهوة وما نسبة إقبال الشباب والشابات على هذا المجال، أجد أن هناك مستقبل لهذه الوظيفة، ولكن في المقابل لا نستطيع أن نحكم على مستوى الدخل أو حجم الدخل لأنه متغير. بالمختصر سيكون هو مجرد راتب شهري، ولكن إذا تخصص فيها الشخص وأصبح ماهر في إعداد القهوة والاستثمار فيها هنا سنحكم في حجم الدخل فعليا. نعم، طيب كيف ممكن أنه إحنا نشجع الشباب، يعني خاصة الخريجين من الثانويات أو حتى طلاب الجامعات وحديثين التخرج مثلا، أنهم هم يمارسوا هذا النوع من الوظائف؟ ممتاز، في دراسة في مجال الاستثمار والتجارة في مجال القهوة توضح الإحصائيات نسبة الدعم المقدمة من حكومتنا الرشيدة والقطاعات الداعمة للمشاريع وصندوق الموارد البشرية في الدعم توظيف الكوادر السعودية. فأجد أن مستقبل الوظائف في هذا المجال في تزايد مع تزايد الطلب على مجال القهوة. نعم، طيب جميل أستاذة ندى، يعني ذكرتي توظيف الدعم المقدم لتوظيف الكوادر، لكن يعني برأيك أيضا هل يجب اليوم أن يقدم ضمن جميع المبادرات التي نشاهدها يقدم دعم حكومي من صندوق تنمية الموارد البشرية مثلا للشباب اللي هم بيعملوا في مثل هذه الوظائف؟ نعم، تسمعيني أستاذة ندى؟ لا انقطع الصوت، ما سمعت. طيب أستاذة ندى، هل اليوم يعني تشوفي أنه المفترض تكون هناك بعض الدعم المباشر مثلا الحكومي من صندوق تنمية الموارد البشرية؟ نعم 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 نعم، نعم. أنا طرحت برنامج في إحدى نوادي سيدات الأعمال في مجال دعم توظيف السعوديين من خلال التدريب المنتهي بالتوظيف. نعم، هناك دعم من قبل صندوق الموارد لتوظيف السعوديين بشكل عام، لكن في مجال القهوة أو صنع القهوة لا يوجد دعم مخصص لهذا الشيء. فلو فعلا وجد أو طبق هذا المشروع الذي طرحته، التدريب المنتهي بالتوظيف في مجال إعداد القهوة، أتوقع أن هناك سيكون إقبال كبير من الشباب والشابات للعمل في هذا المجال، وأيضا سوف نستغني عن بعض من العمالة. نعم صحيح. شكرا لك أستاذة ندى البكر، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك.